إلى نابلس. ريما العملة هناك، يسعد صباحك يا ريما. وكيف تبدو الأوضاع في نابلس هذا الصباح؟ من المعلوم أن محافظة نابلس يتركز فيها الاستيطان بشكل كبير، تفضلي. نعم، يسعد صباحك مي، وأكيد صباح الخيرات الحميد لجميع من يشاهدنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين. نابلس تحت خط النار، أقول نابلس منذ اليوم الأول للعملية وهي تعيش ليالي عصيبة، ليس فقط من جيش الاحتلال وإنما من مستوطنيه. نبدأ بما حدث الليلة الماضية واقتحام جيش الاحتلال لقرية تل غرب نابلس وقرية وبلدة بيسوريت في شرق المدينة. قرية تل حقيقة تم اقتحام عدد من المنازل بها بصورة وحشية. أنا أتواجد الآن في أحد هذه المنازل التي يعني شهدت دمارا وخرابا كبيرا لكل ما احتواه المنزل من أثاث ومن مواد تموينية ومن كل ما يحتويه هذا المنزل. الدمار والخراب في كل مكان، ناهيكم عن إرعاب الأطفال وإرهابهم خلال ساعات الليل، احتجاز العائلة في غرفة صغيرة ومن ثم تفتيش كافة ما في المنزل. تم هنالك إجراء تحقيق مع الشاب محمود عصيدة من قرية تل، وقاموا بجعله أن يقوم بخلع ملابسه كاملة خلال عملية التفتيش بصورة مذلة ومهينة وتنتهك حقوق الإنسان حقيقة. هذه هي صورة الاحتلال الوحشية. أيضا هنالك أحد المنازل يعود لجمال عصيدة، الدمار شامل أيضا في هذا المنزل والخراب. عملية الاقتحام وحشية بامتياز، قاموا بسرقة، لم يكتفوا بهذا التخريب والدمار بل قاموا أيضا بسرقة مبالغ مالية تقدر بأكثر من 20,000 شيكل والمصاغات الذهبية الخاصة بزوجته خلال عملية الاقتحام. انسحبت قوات الاحتلال، وعند انسحابها كان هنالك مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، وكان جيش الاحتلال قد نصب حاجزا على مدخل قرية تل، منع طواقم الإسعاف من الدخول للقرية إن كان هنالك مصابين لإخلائهم. وهذا أيضا انتهاك آخر، نرى بأن الانتهاكات متكررة في هذه العملية وسافرة. بلدة بيسوريك الأخرى هي شهدت اقتحامات لعدة منازل، التخريب والدمار صورة واحدة نحن نشاهدها مع صبيحة كل يوم خميس، نعيش هذا المشهد يوميا، يتكرر مشهد يوميا، الأطفال النساء، الوضع صعب جدا. وأيضا تم إطلاع الشاب نمر أو بسام النمر وهو ابن المبعد في قطاع غزة، نمر صدقي نمر الحج محمد، تم إطلاعه على إخطار من قبل ضباط الاحتلال، كما أكد لنا أنهم أطلعوه على إخطار يفضي هذا الإخطار بحادم منزله خلال الأسبوعين الماضيين، وأعطوه فرصة بأن يخلو المنزل خلال الأسبوعين. منزل هذه العائلة الذي بني بعرق جبينهم و يعني بعرق سنوات من العمل، ويكون من 3 طبقات، حسب ما أكد لنا بسام بأنه تم إطلاعه على هذا الإخطار بأنهم سيعودون بعد أسبوعين وسيقومون بهذا المنزل أو بتسليمه الإخطار يدا بيد عند ذلك الوقت ومن ثم هدم المنزل. شكرا جزيلا لك زميلة ريما العملة مراسلتنا من نابلس.